إن الإسلام قد أحاط الأسرة بسياج آية في الدقة والإحكام، وحماه بمشاعر الحب والمودة والسكينة والرحمة والوئام، وكتب عليه هذه اللافتة المنبهة واللافتة للعقول والأفهام، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنه لم يهتم في تعاليمه المحكمة بشيء كما اهتم بالأسرة، بحيث لم يترك شأنا من شؤونها كبيرا كان أم صغيرا إلا تولاه بالتشريع المحكم والبيان الكافي، لأن الأسرة هي الحجر الأساسي والعمود الفقري للمجتمع، فصلاحه بصلاحها ونجاحه بنجاحها. ومن ثم فلما أراد العدو بالمجتمع الإسلامي سوءا بدأ بالأسرة، وإلا فما هذه الضوضاء حول المرأة؟